أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هي المعاملة مع الكافرين إذا كنت أعيش معهم، ومتى تكون المعاملة معهم مودة لهم؟ أنت ليش تعيش معهم؟ إذا كنت تقدر على أن تخرج بدينك تعيش مع المسلمين فإن هذا يجب عليك، إذا كنت ما تقدر فأنت تبقى بقدر الضرورة مع تمسكك بدينك. نعم.